السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك ان سيزون 4، هاي الموسم الرابع اللي قلنا بنتكلم فيه بالعربية زيادة شيء. هاي فراس الخيمة، مكتوب على جوجل ماب لوس سيتي أو فورغوتن سيتي، اللي هي المدينة المنسية ولا شيء من القبيل هذا. ما شاء الله بيوت ثم شايفين أنتم تراثية أو مزارع كانت هني. طبعا الناس كانوا يسكنون في المكان هذا، الحين حاليا ما شاء الله باني له مال فلل والبيوت هاي كلها. الجو حلو، مو بارد مو بحار، جو بين يعني. خلونا نكتشف زيادة. طبعا التصوير حين بالبوكيت 2 بعد 4K 30. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. فمثل ما انتم شايفين المغارة هاي أو الكهف، هذا شرط الكهف، ظن في شيء من الحيوانات أنا أشوفها أثار. بسم الله الرحمن الرحيم، هو شكل البيوت قديمة، لكن طبعا هذه البيوت عقب ما تهرمت كلها عقب ما طاحت. شوف حجم الأبواب كيف كان، والله المناطق هذه لازم تجدد. وبنشوف ان شاء الله شو وين بنوصل. المرة هاي نحن هنا راس الخيمة، بداية الموسم راس الخيمة. زين مثل ما انتم شايفين اللي وراي هاي البيوت القديمة ولا المزارع القديمة اللي موجودة حق يعني الناس اللي هم يسكنون في اليبال. فشوف المنظر معايا، هاي بقايا البيوت. طبعا شفنا كم البيت منها بعد قدام نحن جايين، فهاي بقايا البيوت مثل ما انتم شايفين حاليا. بعد نبغى نكمل قدام، بنكتشف المكان زيادة وبنشوف وين بنوصل. هذا عبد الله اخوي في السيارة يا ستر رياني. زين خلونا مو فورورد، نشوفكم على خير ان شاء الله. بشوية سوري على الاهتزاز، لكن يلا شو نسوي. مثل ما قلت قبل، طلعة استكشافية، اول طلعة لنا موسم وبلهجتنا المحلية، وبتكلم فيها بالعربي. زين وان شاء الله بحاول احط سبتايتل بالانجليزي للناس اللي يبون انجليزي، ان شاء الله ما اطيح. بس اوكي، هالمنطقة اللي هنا الحين في راس الخيمة، بحط لكم التفاصيل في الديسكربشن، واذا في اي اسئلة اي معلومات تبون تضيفونها لي انا بعد جزاكم الله خير. حق راس الخيمة اللي يشوفوني، عندكم اي معلومات زيادة عن هالاماكن هذه، تابع لاي قبيلة، منو اللي كانوا يسكنون فيها، متى انتقلوا، اي معلومات اضافية ترمون تعطوني اياها بعد جزاكم الله خير. مثل ما قلت لكم الحين هاي طلعة استكشافية، ان شاء الله والطلعات الجاية بتكون احسن. مو مجهز عمري، طبعا مجهز اغراضي، لكن لين الحين ما وصلت المايك. زين بعدنا في التجارب مثل ما قلت لكم، لازم احاسب المشي لان الدرب هذا كله يزحلق شوي، يعني مثل طيني هاجي. وصلت السيارة، بنطلع بقعة ثانية وبنشوف وين بنوصل. هذا اخويا ليتل براذر
عبد الله بس اوكي يلا اشوفكم ان شاء الله خير.